ونتمنى انه احمد رفعت يقوم بالف صحه وسلامه. يمكن حضراتكم اكيد كلكم تابعتوا النهارده انه رفعت فجاه توقف قلبه في استاد اسكندريه امبارح، وتم نقله بسرعه على المستشفى. ايه اللي حصل؟ ويا ترى الحاله الصحيه لاحمد رفعت دلوقتي ايه؟ وده مهم جدا عندنا ان احنا نطمن عليه. معانا على التليفون دكتور محمد كامل، مدير مستشفى زمزم، وهو المستشفى الذي استقبل اللاعب احمد رفعت بعد توقف قلبه بعد مباراه الاتحاد. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم، ازيك؟ كل سنه وحضرتك طيب. الله يحييك يا فندم. طمنا يا دكتور، ايه الحكايه؟ هو احمد دخل لنا طبعا زي ما كل الناس عارفه من مستشفى الطوارئ، وكان عنده توقف بعضلة القلب مفاجئ كده. تم عمل دورات انعاش قلبي ورئوي وتركيب جمهور حنجري، والحمد لله ربنا كرمنا وتم استئناف نشاط عضله القلب. كويس. وبعد كده طلع بعد كده على الرعايه المركزه. ايوه. وهو تحت خطه علاجيه محترمه يعني من اطباء القلب، عشان في مشاكل كده في انتظام ضربات القلب والوعي. وهو دلوقتي يعتبر لسه في حاله يعني حرجه وغير مستقره، لكن احنا كافه الامكانيات في اسكندريه كلها، كمان الاطباء المحترمين واساتذه الجامعه الموجودين في الكوب بتاعنا، احنا عاملين عليه خطه علاجيه محترمه جدا، ملاحظه طبيه دقيقه يعني. وطول الوقت اصلا الفحوصات التحليل شغاله، والولد ان شاء الله بيستجيب ببطء شويه، ولسه ما عندوش درجه الوعي الكافيه ان هو يعني نخرج من المحنه دي يعني. يعني هو لسه دلوقتي في حاله اللاوعي يعني. لا طبعا. ايوه طبعا. طب معلش السؤال، هو في حاله نوم ولا لا قدر الله في حاله غيبوبه ما؟ لا يا فندم، حاله نوم مش غيبوبه. نوم. الحمد لله وشكر لله. طب السؤال يا دكتور، ايه اللي عند احمد رفعت ادى لتوقف قلبه؟ والله يا حضرتك الموضوع دوت احنا بنكريس يعني ماشيين وراها حاجه، احنا عندنا ممكن اسباب كتير جدا تكون ادت لكده، لكن كافه الاسباب لسه ما اقدرش اطلع اقول لك احنا السبب ده هو ده الاساس اللي حصل لاحمد. اللي حصل لاحمد بالنسبه لنا وبالنسبه للكافه حاجه مفاجاه. حتى التشخيص بتاعه توقف مفاجئ بعضلة القلب. كافه الفحوصات مش لسه مبينه اكريت ايه بالضبط السبب اللي احمد فيه ده. بس يعني مفيش تشخيص مبدئي يوصف لنا الحاله؟ نعم؟ مفيش تشخيص مبدئي يوصف الحاله؟ لا، التشخيص التشخيص هو زي ما ساعات بقول لك اللي هو حاله فقدان للوعي وتوقف بعض القلب. احنا انعشنا القلب الحمد لله، هو على جهاز تنفس صناعي دلوقتي، شغالين عليه خطه علاجيه محترمه في الاي سي يو، رعايه مركزه يعني. ولكن تشخيص اكتر من كده ما فيش نقدر نقول معلوماتك الطبيه او معلومات ممكن نقولها بالضبط السبب الاساسي. احنا بقاله 20 ساعه بس يعني لسه قدامنا في البروتوكول حتى 48 ساعه عشان لو بان حاجه يعني. ربنا يستر. طب هل الوضع مطمئن ولا حرج يا دكتور بصراحه؟ بالنسبه لي مطمئن ان شاء الله. بالنسبه لحضرتك مطمئن؟ وبالنسبه لحضرتي مش انا بقول يعني، ده كان النهارده في اكتر من استاذ دكتور محترم قصص قلبه والرعايه المركزه، في وجود كافه الناس المحبين لاحمد، الدكتور وليد دعبس رئيس النادي، هيثم عرابي المدير التنفيذي، الحاج محمد مصمشي نادي الاتحاد، كل الناس كانوا موجودين ساعه في كونسولته وشافوا وسمعوا الدكاتره بيقولوا ان شاء الله الدنيا ممكن تتحرك لحته كويسه جدا. وده ربنا كرمه، احمد دخل لنا حاله اون ستاي، فربنا لما ينجيه بالطرقات ان شاء الله يكمل نجاته ويرجعه لاهله سالم يعني ان شاء الله.
يا رب يا رب. انا بشكرك جدا يا دكتور محمد، وربنا يعني وهنتابع مع حضرتك دايما. كل الشكر ليك دكتور محمد كامل، مدير مستشفى زمزم، وهو المستشفى الذي استقبل اللاعب احمد رفعت بعد توقف قلبه امبارح في استاد اسكندريه بعد المباراه. طبعا مهم قوي ان احنا نطمن، ده مما لا شك فيه، وهنفضل نتابع الحالة. بنتمنى من قلبنا حقيقة يعني ان هو يقوم بألف صحة وسلامة ويعود الى عائلته بإذن الله سبحانه وتعالى في تمام الصحة والعافية.